الراجل النظيف رزق، وانا بيجي لي زبون يطلع ميتين اهلي، نخلص له المكنه بعد ما نخلصها يقعد يمسح فيها ويقعد ينظف. طب طلعها بره يا عم، طلعها بره ونظف فيها واعمل اللي انت عايزه. لا ما يكفوش كمان، ده يقعد ويحط الكاوتش على الدواسه ويقعد ينظف. قسما بالله زباين تجيب الضغط.